مولاي الحسن الأول كان غزال اللي كان يحب اليهود واليهود كانوا يحبوه. كان في مراكش وطاح مريض والطباء قالوا ودي ما سابوا له دواء. دوك الفقهاء يقراوا شوية وهو ناعس في الفراس، دار واحد مجهد باش يقعد راسو وقال لهم الفقهاء ديالنا ما يقدروش بوحدهم يداووني أو يصليوا عليا، جيبوا حتى الفقهاء اليهود يجلسوا حتى هما والمعاونة هي اللي تقدر تداويني. وهكذا كان. كي تعتبروا اليهود أصدقائي من أكثر الطوائف تشبتا بالدين ديالهم، واليهودي صعيب بزاف أنه يغير الدين دياله لدين واحد آخر، فممكن أنك تقنع مسيحي بأنه يسلم، وممكن أنك تقنع ملحد بوجود الله ودخله الإسلام، لكن باش تقنع يهودي يترك اليهودية ويدخل الإسلام فهذا شيء مستحيل وصعيب بزاف بزاف، حيث اليهود كيأمنوا أنهم هم شعب الله المختار وأن الله فضلهم على جميع الخلائق وأنهم معصومين من الخطأ وديما على صواب، وكيقولوا أن هادشي هذا تذكر حتى في القرآن الكريم، بحيث كيستدلوا بالآية 47 من سورة البقرة اللي كيقول لنا الله فيها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بالرغم من أن علماء المسلمين فحال الطبري والقرطبي وابن عثيمين اللي فسروا لنا هذه الآية هذه كيقولوا أن الآية موجهة للأسلاف والأجداد ديال اليهود اللي هما بنو إسرائيل وماشي اليهود ديال اليوم، فاليهود ديال اليوم ماشي هما بنو إسرائيل، وكاين فرق كبير ما بين بنو إسرائيل اللي نزل فيهم الله عز وجل الرسل والأنبياء ونعم عليهم بنعم كثيرة وما بين اليهود. هذا من جهة، ومن جهة واحدة أخرى وعلى حسب التفسير ديال هاد العلماء دائما، فالله عز وجل قال في الآية أني فضلتكم على العالمين، اسطروا على فضلتكم بخط أحمر اللي كتعني في الزمن الماضي وماشي في جميع الأزمنة، وإلا لقالنا الله عز وجل في الكتاب ديالو الحكيم إني أفضلكم على العالمين اللي كتناسب جميع الأزمنة. فكيف فرق كبير ما بين أنا أفضل القهوة على الشاي وما بين أنا فضلت القهوة على الشاي اللي كترجع للماضي، ودابا ممكن أنني نفضل الشاي على القهوة عادي. مع ذلك اليهود أصدقائي متشبتين بهذه المعتقدات هذه بزاف بزاف، وكيعتبروا أنفسهم هم الأفضل بين جميع الطوائف، وصعيب بزاف أنك تفرض عليهم أنت كمسلم العادات والعقائد ديالك الدينية. لكن وبالرغم من هاد الشيء هذا وفترات مختلفة من التاريخ ديال المغرب غادي يعتنقوا اليهود المغاربة الإسلام، وغادي يصوموا ويصليوا ويقري أولادهم القرآن ويمارسوا جميع الشعائر الدينية الإسلامية تماماً في حالهم في حال المسلمين. فكيفاش زعما؟ شنو هو السبب اللي غادي يخلي اليهود المتشبتين بالدين ديالهم أنهم يتخلوا عليه ويعتنقوا الإسلام؟ واش بالصح أنهم اعتنقوا الإسلام حيث عرفوا وتيقنوا أنه هو الدين الحق، ولا الأمر عنده علاقة بمصالح خاصة وأن اليهود اعتنقوا الإسلام أو إن صح التعبير تحايلوا بالإسلام ديالهم باش يستافدوا من مجموعة ديال الامتيازات في التجارات ديالهم وباش ما يتمش التمييز والاضطهاد ديالهم على المسلمين من طرف الدولة المغربية، خصوصا في عهد الدولة الموحدية اللي كانت كتحكر على اليهود بزاف وكتفرض عليهم مجموعة ديال القيود والضرائب وكتميزهم على المسلمين. اليوم أصدقائي بإذن الله غادي نتعمقوا في هذا الموضوع هذا مزيان مزيان، وغادي نشارك معكم قصة يهود فاس، يهود لكن مسلمين. فطبعا اذا كان كيعجبكم المحتوى اللي كنقدم فضلا وليس امرا ما تنسوش انكم ديروا لايك وتبارطاجيو الحلقه مع الاصدقاء ديالكم، واذا كانت هذه هي اول مره كتشوفوني فيها وعجبكم المحتوى فاشتركوا في القناه وفعلوا معكم الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتوكلوا على بركه الله. تعتبر التواجد ديال اليهود في المغرب أصدقائي قديم بزاف بزاف وكيعود لأزمنة غابرة من التاريخ، فكاين اللي كيقول أن اليهود دخلوا لشمال أفريقيا والمغرب الأقصى لأول مرة من بعد السبي البابلي لليهود، وهادشي من طرف الحاكم البابلي نبوخذ نصر اللي غادي يقوم بتدمير هيكل سليمان للمرة الأولى وغيطرد اليهود من فلسطين، وكاين اللي كيعود للوراء أكثر وأكثر وكيقول أن اليهود دخلوا شمال أفريقيا والمغرب الأول مرة في عهد الفينيقيين، بحيث غادي يجيو اليهود لشمال أفريقيا عبر السفن الفينيقية باش يبيعوا ويشريوا مع الأمازيغ، وعدد كبير منهم غادي تعجبوا أرض الأمازيغ اللي غادي يلقى فيها الأمن والأمان والسلم والسلام
وغادي يقرر انه يستقر فيها. المهم كل مؤرخ شنو كيقول وكل واحد وفوقاش كيرد الدخول ديال اليهود المغرب لاول مره، بالرغم من ان المؤرخ ديالنا سي بن خلدون عنده واحد النظريه مختلفه على هذا الشيء هذا تماما، وكيقول لك اسيدي اليهود ما دخلوش لشمال افريقيا والمغرب كاع، وكل ما في الامر هو ان الامازيغ اعتنقوا الديانه اليهوديه وبالتالي تنتجوا لنا اليهود المغاربه او اليهود الامازيغ. لكن هذه الروايه هذه قليل اللي كيعتمد عليها وقليل اللي كيامن بها، حتى اليهود بنفسهم في الكتب والمصادر التاريخيه ديالهم كيقولوا انهم هاجروا من بلاد كنعان لشمال افريقيا والمغرب. المهم من بعد ما دخلوا اليهود المغرب غادي يعيشوا ويتعايشوا مع الامازيغ في امن وامان، وغادي يمارسوا جميع المعتقدات الدينيه ديالهم بكل حريه وبدون تمييز او اضطهاد من عند الامازيغ، حتى ان اليهود اصروا على الامازيغ اللي كانوا على الديانه الوثنيه انذاك وقنعوهم بوجود الله، وبالتالي عدد كبير من القبائل الامازيغيه اعتنقوا الديانه اليهوديه، وعلى راسهم القائده الامازيغيه ديهيا، القائده اللي في ظرف 5 سنين تمكنت من انها توحد القبائل الامازيغيه وتدافع عليهم من السيطره والبطش الروماني. وكان سبق لي وعملت لكم فيديو مخصص على يهود الامازيغ او يهود سوس واللي غادي تلقاو الرابط ديالو هنا الفوق. حتى من بعد الفتح الاسلامي لشمال افريقيا اصدقائي، ومن بعد ما دخل الاسلام البلاد الامازيغ وجاو العرب واستوطنوا هذه الارض هذه السعيده، حتى شي واحد ما غادي يقيس اليهود او يمنعهم من ممارسه الشعائر الدينيه ديالهم، بل على العكس غادي تستمر الطائفه اليهوديه في المغرب بالنمو والتكاثر بلا ما يفرضوا عليهم المسلمين حتى شي قيود. وعلى سبيل المثال في عهد الدوله الادريسيه اللي كتعتبر اول دوله اسلاميه مستقله في المغرب، غادي يقوم مؤسس الدوله اللي هو ادريس الاول سنه 1788 بتاسيس مدينه فاس، وغادي يجعل منها عاصمه للدوله ديالو، وغيجيب ليها فئات مختلفه من الناس والسكان ديال المغرب باش يعمروها ويحركوا الاقتصاد ديالها، ومن بينهم اليهود اللي غادي يتم استقطابهم لهذه المدينه هذه باش يساهموا بالقدرات التجاريه ديالهم في تطوير الاقتصاد ديال مدينه فاس، بحكم ان اليهود كانوا معروفين انهم هم الملوك ديال التجاره والبيع والشراء. وفي اواخر الدوله الادريسيه بالمغرب، وفاش غادي يشتد الصراع بين القبائل الامازيغيه على شكون اللي غادي يحكم البلاد، غادي يعانيوا اليهود في هذه الفتره هذه بزاف، خصوصا في المدينه ديال فاس اللي كتعتبر هي العاصمه وهي المركز ديال الدوله، واللي غادي يسيطر عليها فغادي يتمكن من انه يحكم القبضه ديالو على بلاد المغرب كامله. ففاس كانوا كيتجمعوا الجيوش ديال هاد القبائل هذه المتناحره فيما بيناتها وكيخوضوا معارك عديده، وفي سنه 1033 غادي يتمكنوا المغراويين من فتح مدينه فاس، لكن غادي تقوم قبيله قوات تميم اللي كانت حتى هي كتنازع مع المغراويين ومكناسه وزناته على الحكم بالهجوم على مدينه فاس، وحيت قوات تميم ما كانش عندهم مع اليهود وما كانوش كيحلوهم، فغادي يقودوا مذبحه كبيره في حقهم في مدينه فاس، واللي غادي يروح ضحيتها ازيد من 6000 يهودي، وغادي يقوموا باقتحام الدكاكين ديال اليهود ونهب الممتلكات ديالهم وسبي النساء ديالهم، الشيء اللي غادي يخلي بعض اليهود انهم يخافوا على نفوسهم ويعتنقوا الاسلام باش يحافظوا على الممتلكات والتجاره ديالهم، خصوصا ان هاد الفوضى هذه ما بين القبائل الامازيغيه والصراع على شكون اللي غادي يحكم البلاد استمرت لازيد من نصف قرن. لكن وفي عهد الدوله المرابطيه، ومن بعد ما سيطروا المرابطين على مدينة فاس، غادي يرجعوا اليهود المكانة ديالهم، وغادي يعرفوا يهود مدينة فاس واحد الاستقرار ما قبله استقرار، وغتعرف مدينة فاس كأكثر مدينة كيسكنوا فيها اليهود، بحكم أن فاس في ذاك الفترة كانت كتعتبر أكثر المدن المغربية رواجاً والأسواق ديالها ديما عمرة، وكيتوافدوا عليها الناس من جميع بقاع المغرب، فغادي تشهد واحد الإقبال كبير من طرف اليهود اللي غادي يهاجروا لها بهدف التجاره وانهم يفتحوا دكاكين خاصه بهم تما ويعرضوا الحرف والصنائع ديالهم. فكيف ما هو معروف اصدقائي، اليهود المغاربه كانوا كيميلوا اكثر للتجاره والبيع والشراء، وكانت هذه هي الخدمه الوحيده ديالهم، وقليل بزاف منهم اللي كان كيمتهن الفلاحه والزراعه. على داك الشيء اليهود المغاربه اصدقائي عاشوا في المدن المغربيه الكبيره وماشي في البوادي، فمنهم اللي كان كيبيع الحرير والتهاب، ومنهم اللي كان متخصص في الذهب والفضه وصناعه الحلي، ومنهم اللي تخصص في صناعه الاواني النحاسيه، وتميزوا ايضا بيع الملح والريش ديال النعام والسمخ والعديد من البضائع الاخرى. فغادي يسيطروا اليهود على الضمين ديال التجاره، وغادي يبداو يعقدوا صفقات كبيره مع القوافل التجاريه اللي كتجي للمغرب، هل اللي كتجي من الهند، هل اللي كتجي من السودان، هل اللي كتجي من الاندلس، واليهود كانوا كيدخلوا على هاد القوافل هذه وكيشريوها كامله وكيعاودوا البيع ديالها في السوق المغربيه
بالثمن اللي بغاو، فغادي تزدهر التجارة ديالهم في حد الدولة المرابطية، وغادي يكون عندهم الدور الكبير في تنمية الاقتصاد ديال الدولة. وحيث الدولة المرابطية هي دولة مسلمة، فغادي تعتبروا اليهود المتواجدين داخلها والقاطنين بها من أهل الذمة، بمعنى غادي تحميهم وتوفر لهم الأمن والأمان لهم والتجارة ديالهم وتمنحهم جميع الحقوق ديالهم، وفي المقابل غادي تفرض عليهم دفع الجزية. وخير دليل على أن اليهود تمتعوا بمعاملة حسنة في عهد الدولة المرابطية هو أنه في عهد حكم الأمير علي بن يوسف بن تاشفين، وفاش بغى الأمير أنه يقوم بعمل مشروع توسعة مسجد القرويين فاس، غادي يشري الأرض المجاورة للمسجد واللي كانت في ملكية يهودية، وماشي غادي يقوم بالاغتصاب ديالها أو يسلبها منهم بالقوة. فاليهود كانت عندهم أحياء خاصة بهم في المدن المغربية، وفي هذه الأحياء هذه كانت عندهم مؤسسات خاصة بهم هما اليهود، بحال الكنيس وهو الجامع ديالهم والمدارس التلمودية بمثابة المسيد عندنا احنا المسلمين، اللي كانوا كيقريو فيه ولادهم التوراة والتعاليم ديال الدين ديالهم اليهودي، وكانت عندهم محاكم خاصة بهم هما اليهود وقاضي خاص بهم كيحكم في القضايا ديالهم مع بعضهم البعض على حسب التعاليم ديال التوراة، ومقابر وحمامات خاصة بهم، وجزارة يهود كيوفروا اللحم لخوتهم على حسب المواصفات التوراتية، وغيرها من الدور والمؤسسات اليهودية. كما أن اليهود في عهد الدولة المرابطية غادي يشغلوا مناصب كبيرة في الدولة، فمنهم اللي غادي يكون كاتب ديال السلطان والوزراء ديالو، ومنهم اللي غادي يكونوا أطباء خاص ديال السلطان، بحال على سبيل المثال أبي أيوب سلمان بن المعلم وعبد الرحمن بن ميار اللي كانوا أطباء خاصين ديال الأمير علي بن يوسف بن تاشفين، ومنهم اللي غادي يكونوا سفراء ديال المرابطين في الأندلس وغيرها من الوظائف الأخرى. لكن ومن بعد ما طاحت الدولة المرابطية وجات دولة الموحدين، غادي يبدا يتغير الحال ديال اليهود في المغرب لما هو أسوأ، وغادي يبداو يشهدوا بعض المضايقات والتمييز من طرف الموحدين، خصوصا ان المؤسس ديال الدولة الموحدية واللي هو محمد بن عبد الله بن تومرت غادي يجي بواحد الفكر وواحد العقيدة مغايرة تماما على العقيدة ديال المرابطين، واللي كانت عقيدة مليئة بالبدع. حيث ومن بعد ما جاء بن تومرت في الارض من مشرقها لمغربها واخذ العلم من عند اصناف عديده ديال العلماء ومن مذاهب مختلفه من الاندلس حتى البلاد فرس، هالشيعه وهالاسماعيليه وهالزيديه وزيد وزيد، غادي يجمع عقائد باطله عديده وغيضيفها للعقيده ديالو، وغادي اسس لنا العقيده المتشدده دياله واللي غادي يسميها بالعقيده المهدويه المرشده. وفاش رجع البلاد المغرب وبكثرة فصاحة اللسان اللي كانت عنده والمعرفة اللي اكتسب بحكم انه جال في الارض، غادي يبدا يدعو الناس والمشايخ ديال المغرب لهذه العقيدة هذه، وفعلا بزاف ديال المغاربة الامازيغ غادي يتابعوه، فغادي يأسس واحد الدولة خاصة به واللي غادي يسميها دولة الموحدين، واللي كتقوم على مبدأ التوحيد المطلق لله عز وجل. فجميع الناس اللي كانوا كيتابعوه وكيأيدوا الحكم ديالو غادي يطلق عليهم لقب الموحدين، اما اهل الذمة من اليهود والمسيحيين وكاع المسلمين اللي ما غاديش يتبعوا العقيده ديالو وغادي يخالفوا المذهب اللي جا به غادي يقوم بالتكفير ديالهم، خصوصا من بعد ما ادعى بن تومرت انه هو المهدي المنتظر، السبب اللي غادي يخلي بزاف ديال الناس انهم يؤمنوا به ويتبعوه. وكاين بعض المصادر اللي كتقول ان بن تومرت كان كيلجأ للسحر والشعوذه باش يبرهن لهاد الناس انه هو المهدي المنتظر، فغادي يقوموا الموحدين بشن حملات تمييز واضطهاد عديده تجاه اهل الذمه. فبن تومرت اعتبر المسيحيين وبحكم الايمان ديالهم بالتالوت بانهم مشركين بالله عز وجل، ولازم عليهم يا اما يسلموا او لا يمحي الاثر ديالهم على وجه الارض. اما بخصوص اليهود وبحكم الطبيعه التوحيديه ديالهم وانهم لا يشركون في عباده الله شيئا وكيامنوا بوجود الله الواحد الاحد، فغادي يلقى بن تومرت صعوبة في إسقاط صفة التوحيد من عليهم، فغادي يبحث على شي سبيل اللي غادي يحارب به اليهود، وفعلا غادي يلصق لهم في مسألة أن اليهود كيقولوا أنهم معصومين من الخطأ، وغادي يحاربهم من هذا الباب وغادي يشن عليهم الويلات. الشيء اللي غادي يخلي بزاف ديال اليهود في هذه الفترة وخصوصا يهود فاس أنهم يعتنقوا الإسلام خوفا على رأسهم وعلى التجارة ديالهم في المدينة. وفي سنة 1165 غادي يقوموا سلطات الموحدين في مدينة فاس بإرغام الحاخام اليهودي على اعتناق الدين الإسلامي، وإلا غادي يقوموا بالقتل ديالو، وحيث رفض أنه يسلم غادي يقوموا بالإعدام ديالو في الساحة ديال المدينة أمام جمهور كبير ديال الناس. السبب اللي غادي يخلي بزاف ديال اليهود أنهم يشعروا بالخوف ويعتنقوا الإسلام. لكن كان باين آنذاك الخلفاء ديال الدولة الموحدية أن الإسلام ديال اليهود ماشي إسلام حقيقي، وأنهم
سلموا فقط المصالح خاصة وباش يحميوا نفسهم ويحميوا التجارة والأملاك ديالهم في المدينة. الشيء اللي غادي يخلي الخليفة الموحدي أبو يوسف يعقوب المنصور، وعلى حسب مذكر المؤرخ والعلامة عبد الواحد المراكشي في كتابه المعجب في تلخيص أخبار المغرب، أن الخليفة غادي يمنح المسلمين الجدد من اليهود أنهم يختلطوا مع المسلمين أو أنهم يتزوجوا من المسلمين ولا يمتلكوا العبيد، وكان كيميزهم في السوق بوضع شارة خاصة على الملابس ديالهم اللي كتبين أنهم مسلمين لكن يهود. والسبب هو أن الخليفة كان شاك في الإسلام ديالهم، وفي نفس الوقت ما كانش متأكد من عدم الإخلاص ديالهم، بحيث كيقول المراكشي في نفس الكتاب أن الخليفة ولو كان بالفعل متأكد من أن اليهود سلموا فقط المصالح خاصة لقام بالقتل والأسر ديالهم وهم الممتلكات ديالهم للمسلمين، فغادي تلقوا اليهود على المسلمين الجدد منهم لقب المهاجرين بحكم أنهم هجروا الديانة ديالهم اليهودية ومشاو لديانة واحدة أخرى اللي هي الإسلام، ومنهم اللي غادي يطلق عليهم لقب البلديين بحكم أن اليهود المسلمين ومن بعد ما سلموا غادي يسكنوا في حي البليدة في المدينة القديمة ديال فاس. فهاد المسلمين الجدد من اليهود كانوا كيمارسوا جميع الشعائر الإسلامية في حالهم في حال المسلمين، كيصوموا كيصليوا كيحتفلوا بالأعياد الإسلامية بحال العيد الكبير، كيقريوا ولادهم القرآن وغيرها. لكن واش بالصح اليهود ديال فاس سلموا عن قناعة وإخلاص ولا سلموا من أجل تحقيق مصالح خاصة؟ هاد السؤال هذا غادي يتضح الجواب عليه من بعد سقوط الدولة الموحدية، وبالضبط من بعد ما صعدوا المارينيين للحكم اللي غادي يخالفوا العقيدة المهدوية ديال بنتومرت اللي كانت متشددة وأكثر تمييز واضطهاد ضد اليهود، وغادي يمنحوا اليهود ديال فاس الحرية التامة في ان يمارسوا الشعائر الدينية ديالهم ويمارسوا البيع والشراء ديالهم بكل امان. فهنا عدد كبير ديال اليهود اللي كانوا اعتنقوا الاسلام غادي يرتدوا عليه وغيرجعوا للديانة ديالهم اليهودية، وهذا اكبر دليل على ان الاسلام ديال هاد اليهود هادو كان من اجل مصالح خاصة فقط. لكن سنة 1437 ومن بعد ما غادي يهجموا البرتقيز على مدينة تطوان، غادي يقوم السلطان عبد الحق المريني بفرض ضرائب عديدة على الشعب من أجل تمويل الحملة العسكرية لمحاربة البرتقيز، فغادي ينوض واحد السخط عام بين الناس وغادي يطالب السلطان بفرض هاد الضرائب هادي على اليهود فقط بحكم أنهم كانوا كيتعتبروا هم أغنياء مدينة فاس وكانوا هم كبار التجار ديال البلاد، وغادي يبداو الناس ينتفضوا ضد القرارات ديال السلطان المريني وغادي يحقدوا على اليهود وغادي يحقدوا عليهم أكثر، فاش غادي توقع واحد الحادثة وهي أن المسلمين غادي يلقاو قراب كبيرة ديال الخمر مخبية وسط المدارس الدينية والمساجد في مدينة فاس، الشيء اللي غادي يعتبروه تدنيس لبيوت الله وغادي يتهموا اليهود بهذا العمل هذا. هنا غادي تكبر المعاداة ديال المسلمين اليهود في فاس وغادي يبداو يطالبوا بترحيلهم وطردهم من المدينة، خصوصا من بعد ما غادي يتم اكتشاف الضريح ديال إدريس الثاني بمدينة فاس، فغادي يعتبروا المسلمين هاد المدينة هادي مدينة الشرفاء وبغاو يجعلوا منها حرم ديني، وبالتالي غادي يمنعوا غير المسلمين انهم يدخلوا ليها. هنا السلطان عبد الحق المريني وباش يوفر الحمايه والامن لليهود وفاش قام بناء مدينه فاس الجديده غادي يبني فيها واحد الحي خاص باليهود واللي غادي يتسمى بحي الملاح، وغادي امر بترحيل كافه اليهود اللي كانوا في فاس الباليه لهذا الحي هذا، كما انه غادي يتفرض على اليهود بيع جميع الممتلكات والدكاكين ديالهم في فاس الباليه أثمنة بخصة. وهنا مجموعة ديال اليهود وباش يتفادوا هادشي كامل غادي يفضلوا انهم يعتنقوا الاسلام ويبقاو ساكنين في المدينة القديمة ديال فاس ويحافظوا على الممتلكات ديالهم ويبقاو يزاولوا التجارة ديالهم تما بحكم ان فاس القديمة كانت كتشهد واحد الرواج كبير مقارنة مع المدينة الجديدة. اضافة لهادشي هذا عدد كبير ديال اليهود غادي يقرروا انهم يسلموا غير باش يتفادوا دفع الجزية، لكنهم في الخفاء كانوا كيمارسوا جميع الشعائر اليهودية ديالهم وكانوا باقيين على الدين اليهودي. لكن وبالرغم من إسلام هاد اليهود هادو إلا أن المشاكل بينهم وبين المسلمين الأصليين ما غاديش تسالي، بحيث غادي يتهموا المسلمين هاد اليهود اللي سلموا حديثا أو كيف ما كانوا كيلقبوهم بالبلديين بأن التجارة ديالهم مشكوك في النزاهة ديالها وأنهم كيستخدموا في التجارة ديالهم حيل محرمة في الإسلام بحال الاحتكار والرشوة والغش وغيرها، وغادي يطلبوا السلطات أنهم يقوموا بالطرد ديالهم خارج القيصرية ديال فاس. فغادي يستمر هاد الصراع هذا ما بين البلديين وما بين المسلمين الأصليين
اللي كانوا كيسميو انفسهم بالاشراف او الشرفاء، حتى غادي يجي السلطان احمد الوطاسي في عهد الدولة الوطاسية، وغادي يعطي امر بطرد اي شخص من البلديين من القيصرية ديال فاس اللي تبت عليه شكوك في النزاعة ديالو او ممارسته للرشوة او الاحتكار. وهادشي من بعد ما خدا فتوى من عند العلماء والفقهاء ديال فاس. وفعلا داكشي اللي كان، اي واحد تبت انه كيقوم باحتكار السلعة او كيقوم بدفع الرشوة غادي يتم طرد ديالو. هنا البلديين غادي يخافوا على التجارة ديالهم وغادي يضبطوا نفوسهم رغما عنهم، خصوصا من بعد ما وصلت بعض السلالات ديال الاشراف للحكم ديال البلاد فحال السعديين والعلويين. هنا اليهود المسلمين وكيف العاده غادي يخافوا انهم يخسروا التجاره ديالهم والممتلكات والدكاكين اللي عندهم تما في القيصريه ديال فاس، وبزز منهم غادي يطلقوا راسهم ويحترموا الدين ديال الدوله اللي هو الاسلام والقوانين المشرعه في البلاد واللي كانت كتخطو على خطى اسلاميه. كما ان هاد الناس هادو واخا سلموا بقاو متشبتين بالمعتقدات اليهوديه ديالهم، وحاليا كاين بزاف ديال العادات اللي منتشره بين المسلمين واللي هي في الاصل عادات يهوديه ومحرمه في الاسلام، ولعل اشهرها زياره الاضرحه. وحيث الله عز وجل اعطى اليهود نخله في البيع والشراء كيف ما كنقولوا، غادي يكتسحوا هذا المجال هذا وغادي يمشيو بعيد في التجاره ديالهم. وهذا الشيء ماشي غير في المدينه ديال فاس، بل في جميع المدن المغربيه فحال تطوان، الصويره، مراكش، الدار البيضاء وغيرها من المدن اللي كانوا كيتواجدوا فيها اليهود، خصوصا من بعد ما غادي يدخلوا يهود الاندلس للمغرب هروبا من بطش الاسبان، واللي غادي يجيبوا معاهم الاموال والذهب والحلي ديالهم ويستثمروها هنا في المغرب وينشئوا دكاكين ويبيعوا ويشريوا. وحيث لا السعديين ولا العلويين غادي يوفروا الحمايه التامه لليهود وغادي يعطيوهم الحريه التامه في يمارسوا الشعائر الدينيه ديالهم، غادي يلقاو اليهود راحتهم وغادي يطوروا من التجاره ديالهم اكثر واكثر. وحيت ما بقاوش كيشهدوا حتى شي اضطهاد او تمييز بحال قبل، عدد منهم غادي يرجع يعتنق اليهوديه مره اخرى. هنا غادي ينقسموا اليهود ديال المغرب في هذه الفتره هذه لجوج ديال الاصناف، اليهود اللي تم الطرد ديالهم من الاندلس واللي غادي يتسموا بالميغوراشين، واليهود الاصليين ديال المغرب اللي كانوا في المغرب قبل واللي غادي يتسموا بالطوشافين. حتى لهنا اصدقائي كنوصلوا للنهايه ديال هذه الحلقه هذه. طبعا اذا عجبكم المحتوى فما تنساوش انكم تبارطاجيو الحلقه مع الاصدقاء ديالكم، واذا كان عندكم شي تعليق او شي اضافه فاكتبوها لي لتحت في مكان التعليق. وحتى لهنا كنقول لكم تهلاو في راسكم والسلام عليكم.